صباح الخير. اهلا تفضل. انا سيد ماجد، كيف حي الله. صباح الخير ماجد. صباح السرور، كيف الحال؟ يا مرحبا. سمعتنا واحنا قاعدين بنحكي عن المجلات المصوره وكيف اطفال اليوم بطلت تعبي عينهم وصاروا ميالين اكثر للسوشيال ميديا، وكيف انه هم ممكن يكونوا عرضه للابتزاز الالكتروني. خلينا نحكي بس اول شيء عن الاطفال بعدين نروح نتوسع، شو رايك؟ هي نعم. بالنسبه طبعا للاطفال، طبعا الطفل بطبيعه الحال هو طفل يعيش مرحله عمريه جدا حرجه، وبالتالي كان لابد من ان تكون جميع الامور وجميع الاشياء المحيطه بهذا الطفل ان تكون امور تبنى على غاية في الحرص وغاية في العناية. لذلك نحن نجد في المجتمعات الأوروبية والمجتمعات الغربية نجد أن أنهم يعينون أشخاص، وأولئك الذين يتعهدون بحماية ورعاية الطفل أن يكونون يتمتعون بمؤهلات ويتمتعون بتأهيل خاص جدا للتعامل مع هذه المرحلة العمرية. وبالتالي نحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال وأي شكل من الأشكال أن نجعل هذا الطفل عرضة لجميع ما قد يتعرض له من المواد ومن الوسائط الإعلامية وما شابه دون رقابة ودون أن تم اختيارها بعناية وبحرص. لذلك نجد أن كثير حقيقة من الأطفال يتعرضون لبعض الجرائم التي تعتدي على طفولتهم بسبب ماذا؟ بسبب قلة الحرص وقلة العناية وقلة الرعاية، وأيضا بسبب ضعف المراقبين والمتعهدين لرعاية وعناية بذلك بأولئك الأطفال، ولهم كمان الأهل أستاذ ماجد. بس نعم. زي ما ذكر الدعاء أنه مش بس الأطفال هم للأسف اللي بيتعرضوا لده فقط، حتى إحنا أستاذ ماجد إحنا أحيانا بيتنصب علينا على الإنترنت، وإحنا عادي جدا بكل سذاجة بندفع مثلا فلوس نشتري منتج مش موجود أساسا. امبارح حتنصب علي. طب هو شوف زبون جديد طلبت شنطة وصلني عوينات، بس شو بتبقى الشغل؟ بس انه عن جد هذا الشيء كل يوم بيصير معنا. طبعا ما تتكلمون عنه يعني ينصب في مسألة وفي جريمة في غاية الوطأة من حيث الأثر، وهي جريمة الاحتيال. سواء كان هذا الاحتيال أو كما تقول أنت عبر الإنترنت، سواء كان ذلك الاحتيال الإلكتروني أو احتيال فيزيكلي على الطبيعة على أرض الواقع، فهو في النهاية يعني ينصب في مسائل وطرق الاحتيال. طبعا بطبيعة الحال نحن عندما نتحدث عن الأمور التي تتم عبر الإنترنت، سواء عندما تعتدي على الكبار أو على الصغار أو على ما شابه، هذه الأمور الآن بدأت تأخذ طابع الازدياد، بدأت تأخذ طابع النمو مع زيادة عدد المستخدمين للإنترنت. ونحن بصدد الحديث طبعا عن الإنترنت، هل تعلمون أن المستخدمين للإنترنت حول العالم بلغ الآن ما يقرب من 3 مليار؟ تلتين تقريبا. هي نعم، يعني نحن نتكلم عن ما يقرب من عدد أو نصف عدد السكان المعمورة، وهذا بحسب طبعا الـ International Telecommunication Union. هذه الإحصائية، الإمارات العربية المتحدة هي من الدول المتقدمة من حيث عدد المستخدمين لعدد السكان 98%، ليس بالعدد الهين، وبالتالي الجميع معرض للاحتيال عبر الإلكتروني، والجميع معرض للنصب الإلكتروني، وهذا شيء يعني ينبغي التصدي إليه. في كثير يعني كل ما نقول بينه وبعض نقول والله صار مع هذا الشخص انضحك عليه بهالطريقة، احتيل عليه عن طريق مصاري، فرص عمل وهمية أيام بيعرضوا عليك بيقول لك مبروك ربحت رقم تليفونك ربح، وتلاقيه بتلفن لك وتلاقيه بقى عم يأكل وفي ناس بالمطعم ناس حواليه، وبعدين بيطلب منك الحساب الشخصي أو الباسورد، وهلأ مؤخرا صار عم ينسرق الواتساب تبعك حتى، يعني بكون بياخذوا لأسباب ما بعرف، يعني ما بعرف شو اللي بيطمحوا له بهذه المواضيع. شو أجدد الجرائم الإلكترونية اللي هي نحن مش على علم فيها؟ في الحقيقة نحن اليوم يعني بدأنا نتجاوز كل ما ذكرته أنت. نحن اليوم بدأنا يعني نعيش أنماطا جديدة وأنواعا جديدة من الجرائم الإلكترونية. اليوم بدأ الأمر يتطور،
وبدأنا نشهد الآن في هذه الألفية ما يعرف بالعملات المشفرة أو الكريبتو كرانسيس، وبعضها حقيقة هي عملات وهمية ليست كالبيتكوين أو الليبرا أو الإثريوم أو بعضها حقيقة هي عملات وهمية. يراد بالشخص الضحية أو الشخص المستهدف بأن يبادر إلى شراء أو اقتناء تلك العملات مقابل الهارد كرنسيز أو العملات الصعبة، أوكي؟ بعد أن يتم خداعه وبعد أن يتم إيهامه بأنه سوف يحصل على أرباح وأرباح وأرباح، صحيح، على غرار طبعا النمو الذي حققته عملة البيتكوين فور استنس أو على سبيل المثال. وبالتالي مسائل الاحتيال الإلكتروني هي مسائل، وخصوصا في آونة الأخيرة نحن الآن العالم بدأ يشهد التحول إلى الشبكات الجيل الخامس من الإنترنت، صحيح، وهي طبعا يعني كما تعلمون أنها هذا الجيل الخامس يعني يتفوق على الجيل الرابع من حيث السرعة ومن حيث الإمكانيات 10 مرات أو 10 أضعاف على الأقل، صح. وبالتالي نحن الآن نتكلم عن ما يعرف الآن بإنترنت أوف ثينكس أو إنترنت الأشياء. يعني على سبيل المثال يتم التحكم بالأشياء من خلال الإنترنت، من خلال الحاسوب الآلي يتم تشغيل السيارة وتشغيل أو إجراء العمليات الجراحية وأمور كثيرة. أهم حاجة يعني أن اللصوص الآن أوكي لن يقوموا أنا أتكلم عن حقيقة عن لصوص السيارات، يعني على سبيل المثال لن يقوموا بسرقة السيارات بطريقة تقليدية. كل ما يحتاج إليه هو فقط أن يقرصن البيانات السيارة، ومن ثم يلج إلى الحاسوب الآلي للمستخدم السيارة ويسترقها أوتوماتيكيا وإلكترونيا، وهذا كل شيء. وبالتالي يعني التحدي صعب، تحدي صعب، هي تحديات أمنية وتحديات قضائية وتحديات قانونية من حيث التشريعات، تحديات أمنية من حيث القبض على أولئك اللصوص وتتبعهم وملاحقتهم، ومن حيث في الأمور القضائية من حيث الإثبات. وبالتالي نحن فعلا 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 نشهد تحولات جذرية قد لا تخطر على العقل. طيب شو هي العقوبات اللي ممكن تترتب على القائمين على هذا النوع من الجرائم؟ طبعا نحن عدنا على سبيل المثال قانون العقوبات الاتحادية وتعديلاته في مادته 399، هي تكلمت عن باستفاضة عن الاحتيال، اوكي، ومن حيث ان المشرع يرتب عقوبات تصل الى الحبس والسجن والغرامات لمرتكبي اولئك الذين يقومون بالاحتيال. كذلك قانون مكافحة الجرائم عبر تقنية المعلومات في المادة رقم 11 والمادة 12 والمادة 14 ومواد كثيرة حقيقة، هي مواد يعني تعاقب حقيقة الحبس لا يقل عن السنة. وبالتالي هي عقوبات مغلظة. ليه؟ لماذا؟ وغرامات مادية كمان كبيرة. نعم، يعني لا تقل عن 250,000 درهم. هي عقوبات فعلا مغلظة. لماذا؟ بسبب سوء وشدة الأثر المترتب على مثل على ارتكاب مثل هذه الجرائم. كذلك يعني هذا فيما يتعلق طبعا في فقط الاحتيال الإلكتروني، فما بالكم بالقرصنة على بيانات الشركات وقرصنة على أمور كثيرة. نحن كما قلت سابقا العالم بدأ يتحول إلى الاستخدام الكلي للإنترنت، وبالتالي حتى أن الإنترنت من كثرة رواجه وشدته وكثرته أيضا بدأ يتناول حتى مسائل الميديا، بمعنى أننا في اللحظات القادمة قد نشهد حلول ما يعرف الآن بالستريمينج ميديا أوفر أونلاين أو عبر الإنترنت، أوكي، زي نتفليكس. هي نعم، حلولها محل التلفزيون التقليدي، صحيح، وبالتالي هذا انتشار واستخدام واسع للإنترنت. طيب أنا عندي سؤال بس بسيط، الحل مع أصحاب النفوس الضعيفة، هدي حضرتك مثال عشان تفهم قصدي إيه. يعني مثلا من فترة قريبة تواصل معي حد على الإنترنت ويقول لي أنا عندي منتج خرافي وحاجة جدا في متناول إيدك ورخيص وفلوس جميلة ومستقبل للمستقبل وبتاع. تخيل بيبيع لي إيه؟ بيبيع لي نجمة في السماء، النجمة دي ب200 درهم، تشتري تدفع 200 درهم وتشتري نجمة في السماء، وهو بيحدد لك النجمة دي بتاعتك، وفي المستقبل إن شاء الله لما تشتري مكوك تسافر لها. فأنا الموضوع كان بالنسبة لي مضحك يعني وفاني أكتر منه
الشخص بيتكلم في امور جدا تافهه، لكن في ناس تانية بيكون اصحاب نفوس ضعيفه بتصدق، لانه المشكله ان هو راني عقود فعلا، ناس شاريه ايهاب ودافعه فلوس. فالمفروض انه يكون في ايه من وجهه نظر حضرتك يساعد الناس دي على زياده وعيهم بالقانون او زياده وعيهم بالامور اللي يسمح للعقل ان يصدقها وامور ثانيه لا والله فكرت اشتريها. هذه القصه تذكرني بما حدث في الولايات المتحده الامريكيه. احدهم لا يحضرني اسمه حقيقه، كون ثروه ما يقرب من 32 مليون دولار، هاو تو بي مليونير، 32 مليون دولار او اكثر، بانه قد باع بالفدانات على 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 سطح القمر. سطح القمر يا سلام للكثيرين. وبالتالي يعني هذه عباره عن نشاط عقاري فضائي. جميل. في الحقيقه القانون في دوله الامارات نعم ينظر الى الجانب الخداع الذي يتعرض له الضحيه، ولكن ينظر ايضا 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 الى الاداه الخارجيه التي استخدمها هذا المحتال. بمعنى على سبيل المثال، شخص ادعى بان لديه شركه تبيع منتجات معينه او تبيع سلع معينه، هذه الشركه تبدو فعلا انها شركه حقيقيه، وقام هو بابراز ما يدل على حقيقيه هذه الشركه ووجودها وفعاليتها، واظهر على سبيل المثال رخصها القانونيه واظهر كافه هذه الاشياء، فيبدو للمتعامل انه يتعامل مع شركه. فبمجرد انه يعني يتعامل مع هذه الشركه ويسلم المال على ضوء هذه المعطيات وعلى ضوء هذه الأمور التي قادته إلى تسليم المال، في الحالة هذه يعني هذا الاحتيال يكون احتيالا صحيحا أو احتيالا يعني مشتملا على كافة عناصره الجوهرية القانونية من حيث الصحة. ولكن القول أو لمجرد القول أو الادعاء فقط هو حقيقة يعني لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقود إلى جريمة الاحتيال. بمعنى لنفترض أن هناك شخصا ما قال أن لديه أرضا في كوكب المريخ وعايز يبيعها، عرضها للبيع، ومظهره العام لا يدل على أنه يعلم شيئا في الفضاء حتى، وحتى لو علم ما هي الأداة التي سيصل فيها إلى الفضاء؟ إذا كان الأشخاص الذين الأبحاث الفضائية والتكنولوجية التي يعني تتم في الفضاء الخارجي تقوم بها دول، صحيح بها مكلفة جدا. هذا النقطة بس تكملها، في مقولة بتقول إن القانون لا يحمي المغفلين. في الحقيقة هذه لما تيجي أنا بدي بيعك شقفة أرض بالمريخ وروح أنا اشتري شقفة أرض بالمريخ وتيجي تحاسبه لأنك الحق عليك إنه أنت صدقت إنه أنا أروح أشتري بالمريخ. صحيح لك شيئا ما، القانون يحمي الجميع المغفل وغير المغفل، ولكن القصد هنا في مسألة الإثبات. بمعنى الشخص الذي فقط زعم وادعى بالكلام المجرد الذي يفترض أنه لا يقود إلى أي أثر ولا يقود إلى أي نتيجة، ثم حصل على بعد ذلك على النتيجة، هنا نحن نحمل المسؤولية في المقام الأول وفي الدرجة الأولى هذا الشخص الذي صدقه. مزبوط. أما أن يعني يقوم بتقديم كافة الأدوات الخارجية كطرق احتيالية ووسائل احتيالية، ومن ثم يوهم هذا الشخص على أساس التعامل وعلى أساس الإجراء أو الاستثمار أو ما شابه، هذه في الحقيقة يعني هي جريمة احتيال معتبرة لدى كافة السلطات القضائية حول العالم. نحن نجد على سبيل المثال اليوم بدأنا نجد الكثير حقيقة من شركات الوساطات في التعامل أو في العملات أو ما يعرف بالفوركس. هناك شركات حقيقة شركات وهمية غير مرخصة، غير مرخص لها لأن تقوم ب 1% من التعاملات أو حتى فقط التكلف، حتى ربما حتى عن الفوركس، ومع ذلك نجد ان كثيرون يتعاملون مع هذه الشركات دون ان يتاكدوا من الترخيص، دون ان يتاكدوا من اوراقهم القانونيه، دون ان يتاكدوا من امور كثيره.
بحاجة إلى توعية مع جد بعض الناس، لأنه مو كل الناس على علم ودراية بما هي ماهية معايير السلامة الشرائية أو من هذا الشيء. طبعاً أنا دائماً بقول إنه القانون يقوم كل شيء وقادر إنه ينصف أي شخص تم الاحتيال عليه. طبعاً إحنا كثير بنتشكرك على هالمعلومات القيمة، شكراً وفعلاً أفتنا، وبالأخص إنه فعلاً كل شخص ممكن يكون عرضة لهذا الاحتيال الإلكتروني. نورتنا وشرفتنا بصباح الخير. شكرا لكم على هذه الاستضافة الطيبة. رح نطلع بريك ومن بعدها راجع. شكرا لكم.